تصريح قوي من قمر الطائي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. في آخر تصريحات لقمر الطائي في بثها على التيك توك أن هناك أشخاص لا يستحقون الشهرة، وأضافت قمر في كتير إن شهروا يا إما بالصدفة أو بالغلط. مع الأسف والمتابعين توقعوا أن كلام قمر الطائي موجه للنا محمد، خاصة أن هناك خلاف بينهم ولحد الآن لم يعلنوا عن صلحهم، والجميع يتمنى أن تقوم لينا محمد بإصلاح العلاقة بين أختها وقمر. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ بتحسي في حدا بالسوشيال ميديا ما بيستحق شهرته؟ كتير والله، حتى انا والله، يعني في كتير عالم بيشهروا هيك بالصدفه بالغلط، صح؟ كتير بشوف هيك. لا انا قصدي مشهورين جدا، يعني مثلا انت لانك يوتيوبر، انا بحكي عن يوتيوبر، امسكي التيك توكر يعني الموضوع خارج عن السيطره اصلا. في كتير اوكي مع الأسف. أنت أول كنت